ما زالت المعركة قائمة في الدوري الإنجليزي على بطاقة التأهل الأخرى لدوري أبطال أوروبا، حيث تختتم منافسة الموسم بالصراع على البطاقة الرابعة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، ويكفي سيتي الفوز أو التعادل مع مضيفه سوانزي لخطف بطاقة التأهل. وفي الجولة ذاتها مانشستر يونايتد يصارع عندما يستقبل في الأولد ترافورد ضيفه بورتسموث. توج برشلونة بلقب الدوري الإسباني للمرة الثانية على التوالي والرابعة والعشرين في تاريخه بعد فوزه على مضيفه غرناطة بثلاثة أهداف دون رد.